حياكم الله مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم، البرنامج الذي أوجد في قناة الرافدين لسماع رأيكم ونقل ما تفكرون فيه عبر شاشتنا ليسمعه أو ليسمع إلى كل الناس. حلقة اليوم سنتكلم فيها عن قضية جوهرية في العراق، وهي هل أصبحت أرواح الناس ثمنا لحرية التعبير؟ تابعونا بعد الفاصل. الله يخليك جوانب طرق النعاد والدشداشة البيضة، شوفهم الآن امبراطوريات. عن من تتحدث انت الآن؟ عندنا أحزاب إمكانياتها أعلى من الدولة العراقية، احنا وين رايحين؟ أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. حلقة برنامج صوتكم قلنا قبل الفاصل راح نتكلم فيها عن قضية حرية التعبير، وهل أصبحت هذه القضية هي يعني تهمة إلى الناس وأصبح الثمن إلها؟ هي أرواح من يعبر عن رأيه وعن يعبر عن ما في داخله وعن مكنونه؟ بداية برنامج صوتكم يستقبل آراءكم ويسمع ما تقولوا عبر الأرقام اللي ظهرت قبل قليل على أسفل الشاشة. أيضا عندنا رقم أسفل الشاشة حاليا هو رقم برنامج الواتساب، أي شخص ما عنده الإمكانية أن يتصل بالقناة أو أن يسمع الناس صوته، برنامج الواتساب موجود، ابعثوا لي رسائلكم. وأتمنى كل من يبعث رسالة يقول من وين والاسم الكريم، إن شاء الله راح نقرأ لها في الربع الأخير من البرنامج. حلقة اليوم احنا أخذنا قضية حرية التعبير. ليش أخذنا هاي القضية؟ لأنه أكو عملية صارت في محافظة كربلاء قبل يعني سويعات، خلينا نقول اغتيال ناشط وروائي ألا وهو علاء مجذوب. اغتيل هذا الشخص حسب ما قالوا أهله أنه أكو منشور المجذوب كان قد انتقد فيه ثورة الخميني، يعني شخص عراقي انتقد ثورة صارت بإيران عام 1979. نتيجة هذا المنشور اللي نشره علاء مجذوب كان سبب أنه يكون أثار حفيظة بعض المتطرفين اللي يدينون بالولاء للميليشيات الطائفية حسب ما قالوا أقرباء وشقيق الروائي، اللي شقيق الروائي الذي اغتيل هو قاسم مجذوب. يقول هذا المنشور هو السبب في مقتله. طريقة المقتل صارت أنه كان دا يمشي البارحة يم منزله في شارع ميثم التمار منطقة باب الخانفي، وأثناء طريق عودته من اجتماع في مقر اتحاد الأدباء والكتاب أردي قتيلا برصاص مسلحين ثم لاذوا بالفرار بالتأكيد. وراح تطلع أن الحكومة العراقية احنا تقول ندين ونشجب، وهذا أحد مثقفين العراق وعضو من أعضاء اتحاد الكتباء والروائيين العراقيين، ويجب أن تكون هنالك لجنة تحقيقية. راح يشكلون لجنة تحقيقية، هاي اللجنة التحقيقية راح تقبض فلوس، راح يستلمون مصروفاتهم ويستلمون شغلهم، لكن نتائج التحقيق وين راح تودي؟ أنا أقول لكم وين راح تودي. هذا فاير راح يركن على الرف حالة حال مجزرة جامع سارية، حالة حال قضية الموصل، حالة حال اغتيال الشيخ قاسم سويدان الجنابي، حالة حال كثير من القضايا اللي صارت بالعراق، كثير من الأمور اللي صارت بالعراق اللي ما عرف الشعب العراقي منو واقف وراء هاي العمليات، منو اللي نفذها، شنو اللي صار بالمنفذين، وشنو اللي أدت هاي العملية نتيجتها بالحكومة أو بالقضاء. عندنا اتصال غسان من بغداد، حياك الله يا غسان. السلام عليكم أخويا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك أخويا؟ أحييك وأحيي قناتك الكريمة. حياك الله وبياك حبيب قلبي. الله يعزك أخويا. هذا الاغتيالات الجاي يصير فهي حكومة أصابتشية. نعم، حكومة عصابتشية، فانت ايش تتوقع من العصابتشيين؟ نعم. هي اخويا اي حق ما الك، يعني هسه انا واحد من الناس، اذا تريد تذكر اسمي الكامل على قناتك الكريمة احتمال يا اليوم يا باكر يختالوني، مو بس انا، اللي الاف الناس. اسم الله عليك وعلى المجازر الصار. نعم اخويا، الله يعزك رحم الله والدي. فاخويا مو بس هذا الشاعر اللي ذكرت اسمه او صحفي او اي شيء، نعم،
يعني العراق مليان مجازر. نعم. هي هاي الحكومة اللي بنعرف لوين توصل نهايتها. نهايتها قيس الخزعلي الغير الغير الغير، يعني تخون الأسماء اللي حتى ما نعرف أصلهم من فصلهم، منين جم منين راحوا، ما حد يعرف، ما حد يعرفهم. بس هاي الشعب لازم يقوم عليهم، الشعب لازم يسود أخي. إذا إحنا الشعب مو إيد واحدة، إمتى نقوم كنا إيد واحدة؟ نعم. أصحوا يا عراقيين، أصحوا أصحوا، كافي كافي عاد كافي. بحد ما حد يدور بيت الإيجار، قمنا ندور قبور أخي نسكن بيها. روح شوف أخويا المزابل ببغداد، روح شوف ال يعني روح نعم. أخويا يعني ما يعني ماكو كلام اللي واحد يحكيه، ما بقى كلام، كلام ماكو. من المنشات مال قيس الخزعلي، لو المنشات مال العصائب، لو المنشات مال عمار الحكيم، لو المنشات مال عبد العزيز الثاني، يعني كلهم هذول اخويا يعني عصاب شيء. نعم. عصاب شيء، حكومة عصابات. المافيات اشرف من عندهم. ها المافيا اذا تروح تشتكي على واحد تقول اطلب فلوس تجازيه وتاخذ حقك. هذول حتى المافيات قانون المافيات عبره. نعم. قانون عصابات حرامية لا اصل ولا فصل. نسأل الله انه شعبنا يقوم عليهم. بس الشعب العراقي، الشعب العراقي اهل الغيرة وينهم؟ اللي يتذكرون اجدادنا ثورة العشرين وغيره. عمي من يحكون على صدام حسين، عمي الف رحمة الله على روحك ابو عداد، الف رحمة الله على روحك ابو عداد. اللي كان بزمن صدام حسين شيء اسمه جريمة ماكو. اللي كان الامي ماكو. عمي هسه الأمية، الفساد، نعم. باسم الدين، باسم الدين. نعم. هاي خواب عندك هاي النجف، وشوف كم مكتب مال زواج متعة، وعواقبك كل تدري شنو هو زواج المتعة. أطفال، يعني ماكو حكي أخي واحد يحكي، يعني الصراحة ماكو حكي اللي ينحكي. نعم. أشكرك وأشكر منبرك اللي نقدر نوبات نتنفس منه. هذا 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 مو منبر يعني اخ غسان، هذا منبر قناة الرافدين. نعم. فتح هذا المنبر حتى نسمع أخي صوتكم اخي. هذا هم منبر نقدر نعبر عن اللي بداخلنا شويه. نعم. ولا ما نقدر نحكي بالشارع، بالشارع ما حد يقدر يحكي، خلينا نكون واقعيين. نعم. اللي يحكي بالشارع يقتل نفسه ساعه او يذبح نفسه يبات ليله ببيته ثاني يوم ماكو. ما الواحد يقول لك اقدر احكي بالشارع، كذب عيشك. وانت تعرف بغداد هاي موجودة أخويا، وأشكرك جدا، أشكرك أخويا حبيبي غسان. أشكر اتصالك وأشكر هذا الرأي، والله يعين الشعب العراقي على كل ما قلته، ومعروف هذا الأمر. أم أزهار من العاصمة بغداد أيضا، أهلا بك أم أزهار. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وحي هاي القناة العظيمة وعامليها. حياك الله. بالنسبة إلى حرية التعبير. نعم. لا توجد عندنا حرية التعبير من 2003 إلى هذا يومنا. 16 سنة صارنا إحنا في ظلم وعقم وقتل ونهب وسلب، وكل من يدافع في حقه ينقتل، وكل من يدافع على يعني يريد ينكتل، وخاصة المتظاهرين وهذول اللي يطلعون كلهم بعدين يرسلون على بيوتهم ويأخذون أرقامهم ويقتلوهم. ولهذا قل يعني ماكو بعد متظاهرين أقل صارت، لأنه كلها للموت صارت. فهنا هذول من يريد هذا العامري او الخزعلي او المالكي او الجعفري، منو هم كلهم يطلعون بالتلفزيون يقولون احنا حراميه، هم من خربوا هذا البلد، هم من دمروا هذا البلد، من انطتهم الحريه الكامله امريكا واسرائيل، انطتهم الحريه الكامله لتدمير هذا البلد. هم مؤامره مدبره من امريكا واسرائيل وايران بالذات. ايران بالذات. تسمع صوتي مو؟ الو
اي وايران بالذات، ايران بالذات عندها حق الدفين الى العراقيين، لانه 8 سنوات دمرت دمرتها الدمر. فهم ما لا هم يقولون احنا اسلام، هم بري منهم الاسلام وبري منهم الدين، ولا يعرفون دين ولا ديانه ولا انسانيه ولا رحمه ولا اي شيء. اجوا ينهبون هذا البلد ونهبوا ما نهبوا، وودوا للخارج ما ودوا. فحرية التعبير مسلوبة في العراق ولا توجد، ولا إلى حق أي عراقي يحكي بصالحة أو يحكي بما توقع علينا من ظلم واتهامات. لكن أنا أتعجب على هذا الشعب، هذا الشعب بي من ثقافته، بي من خريجين، وبي من أشكال وألوان. ليش ما يتحدون؟ ليش ما يتحدون ويسوون لهم مقاومة؟ وليش ما من كل الجهات، من الشمال إلى الجنوب، ويصير مقاومة بس وبس الإجا عندهم هويات من الدول الأخرى اللي كانوا مهجرين عندها، ولا يعرفون يقرون ولا يكتبون. أنا كل برلماني عنده شهادة، أتحدى كل وزير عنده شهادة، كلها مزورة. هم إجوا لا يعرفون يكتبون ولا يقرون، وإذا عندهم شهادة فهي شهادة ابتدائية. فيعني دمرون كل الجهات، حتى أفكار العالم هم خلت. إلى متى يبقى الشعب ساكت؟ إلى متى يبقى يا خريجين، يا مثقفين البلد، يا مفكرين البلد؟ يمتى تفكرون بهذا البلد اللي انهار فد مرة؟ يمتى وإلى متى؟ هذا نعم. سؤال متكرر، إلى متى؟ شكرا. نعم. شكرا شكرا لك أم أزهار من السليمانية. صلاح الدين حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحياتنا لك رفل، وتحياتنا لقناة الرافدين، وتحياتنا لكل المستمعين. حياك الله. قناتكم قناة شريفة صورة، وأنت بالذات كنت أتمنى أتصل وألتقي بك وأسمع صوتك الحلو. حبيب قلبي تسلم لي. قبل ما أبدأ بالكلام أنا أقدم كل التحية إلى أهم الشعب الكردي، الشعب الأصيل، الشعب اللي احترمنا واحترمنا وساعدنا، شعب طيب مثالي. نعم. وتحياتنا الى الاخ ابو عمر السليمانية. يتكلمون الاخوة الشيعة عن الحج الشعبي المقدس، يا عمي المقدس الله يخليكم، تقول احنا دافعنا عن احرابكم ودافعنا عن ربكم ودافعنا عن محافظاتكم. على عيني على راسي انتم ما صرختوا، ما بكتوا، من فجر الجوامع، من قتل الناس اللي سويتوه بالمحاضرات السنية، ما يسويها لا اليهودي ولا النصراني. نعم. فأنت تدعون بالإسلام، أي إسلام صدق كنت تحشون تقول بالإسلام، واحتراماتي للشعب الشيعي العراقي الأصيل، العرب الأصلاء من الشيعة، اليوم هم ارتدوا مثل ما احنا اضطهدنا السنة، سوينا يعني منصات يعني بالجامعة أو بالساحة، لا حرقنا تاير ولا حرقنا ولا قطعنا الطريق. نعم نعم. ظهرنا مثل ما ظهروا أخوان الشيعة العرب الأصلاء حاليا، والباعة قتلوا هذا الشخص على مجذوب من الناس. نعم. على مجذوب. أي. ليش؟ لأنه ناشط عراقي أصيل ابن عراق، شارب بيتنجا من فرات. أخويا الجرائم اللي سواها بالمحاضرة السنية احنا ما يجب كلنا تشيكيها أخرفا. نعم. الجرائم اللي سواها بديالة وبالتحديد بقضاء المقدادية سوى جرائم مصائرة، سرقوا البيوت، سرقوا البيوت. أسألك شلون عندك دليل؟ مو الدليل هو شنو؟ مثلا أكون مقربين إنه مثلا بنت عمي ماخذها شيعي، ولدها بالعشر موجودين. اخ صلاح الدين، اخ صلاح الدين، احنا ما نريد نحكي بهاي الطريقه، احنا ما نريد نصير مثلهم. صحيح. هم اجوا يردون يوصلون الشعب العراقي الى هذا الحال، ان المواطن العراقي يقوم يحكي ما بين شيعة وما بين سنة. احنا ما نريد نصير مثلهم. استاذ العزيز، متى كان العراقي يفكر بصفه منه؟ ومتى كان العراقي يفكر بصفه من يا قوميه او من يا ديانه؟ احنا ما نفكر بهاي الطريقه، احنا ده نحكي بغير شيء. انت قلت نقطه، صحيح. قلت نقطه جوهريه بس اذا تسمح لي، انه الحشد الشعبي يقول دافعنا عن عرضكم. هاي الكلمه مردوده على الحشد الشعبي نفسه، لانه ما اصور الجيش العراقي
لما كانت الحرب العراقية الإيرانية بالثمانينات حرر الفاو وحرر المناطق اللي احتلوها الإيرانيين وإجا وقال أنا دافعت عن أرض أهالي تلك المناطق، فهاي مردودة. فعلاً أخي. نعم. احنا يقولون احنا ما مكنا ما سرقنا الجوامع اللي القضاءات المقدارية فجروها عينك عينك أمام الشرطة وأمام المجلس الأمنية وحرقة وأربعة جزاك الله واحدة من أجل بعين شدتها. فليش؟ يقولون احنا إسلام واحنا عراقيين، فاحنا شو راح نحترمكم؟ ما راح نحترمكم. فجرت الجوامع صحيح، دكت البيوت صحيح، يعني فجرت الجوامع القرى كلها فجرتوها، حرقت البساتين بالسامي سمر مو الرسول يوصي والناس، يعني كانوا قبل الجيش يعلمون تدخلون منطقه لتسلعوا شجره لتفجرون بيت لتفجرون جامع لتقتلون امراه. زين احنا عندنا هذه العائله اكو كلام الى يمكن على قناتكم سمعت احد المرات يقول المعادلين اذا ما تتعاونون وياي ترى يسوي بيكم مثل ما سويت الشمال المقداديه، يعني هذا بلسانه. زين هو هذا الجربوع الوسخ، يعني انت اخواننا الشيعة العرب الطيبين الوصلاء معقوله تسمتون شو اسمه ابو مهدي المهندس او هادي العاملي او سعلوق قيس الخزعلي او ذاك عمر الحكيم تسمتونه باكين عيونكم ودراستم عليهم ذولا شنو تعرفون شنو اخلاقهم؟ فاحنا خلينا نصير عراقيين ايد واحده كلمه واحده، فلازم نسوي كليتنا ان نصفي هاي الطومه الفاشله العميله اللي جت من ايران. اما احنا ماكو خلق بيننا وبينكم. نعم. ما عندنا احنا كلنا اهل وعائله واحده. تحياتي شكرا 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 لك اخ صلاح الدين. ام ازهار ذكرت انه بعض السياسيين ما يملكون شهادات. اخت ام ازهار يعني القضيه مو بقضيه انه يملك شهاده او لا، في زمان الملكيه او في الازمنه الاخرى يعني ما اتوقع انه كانوا كل البرلمانيين دكاتره او بروفيسوريه وقادوا العراق بطريقه كانت جيده جدا الى ان وصلوا الدينار العراقي 3.3 دولار وخلوا المدخول الفرد العراقي اعلى مدخول بالمنطقه. وذول الموجودين اذا تجين حيدر العبادي ولا عادل عبد المهدي ولا ابراهيم الجعفري ولا اياد علاوي، ذول دكاتره، ذول عندهم شهادات ودرسوا بلندن ودرسوا بأماكن أخرى. لكن المشكلة مو بالشهادة، الشهادة ما تصنع إنسان أم أزهار، الشهادة هي علم ذخر للإنسان نفسه، لكن المعرفة البيئة المكان اللي تربى بيه الفكر مالته هو اللي يصنع إنسان. ذولا شهاداتهم ايش قدمت للعراق؟ والبرلمانيين الموجودين بيهم كثير يملكون شهادات عليا أمينة، مو بكالوريوس وثانوية، لكن ايش قدموا للعراق؟ اخ صلاح الدين انت ذكرت نقطة وقلنا عليها، لكن اني ارجع قبل ما اخذ الاتصال الاخر اسال هذا السؤال. كثير من الناشطين اغتيلوا، يعني قبل الاخ علاء مجذوب يوم امس في محافظة كربلاء، سعاد العلي في محافظة البصرة اثناء التظاهرات اللي صارت بالبصرة، المتظاهرين اللي اعتقلوهم، الستة الصحفيين اللي في بغداد، الناشطين اللي في محافظات العراق الاخرى، شنو اللي قدمته الحكومة العراقية؟ ارجع واسال سؤالي مرة الاخ، هل اصبحت ارواح الناس ثمنا لحرية التعبير؟ يعني هسه المواطن العراقي اذا طلع وحكى رايه وقال رايه في اي قضية راح يدفع حياته ثمن إلى هذا الأمر؟ هذا السؤال لازم نفكر به. أبو طه من بغداد حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحية خاصة لك أستاذ أسد ولا أخي الرافدين. حياك الله. أستاذ إحنا ما عندنا حرية التعبير. نعم. عندنا حرية القتل. نعم. عندنا حرية الاغتيالات. نعم. الاعتقالات. يعني المناطق السنية قاعدة تتعرض إلى هجمات. نعم. ما حلت بها من سلطان. الاغتيالات من صفحة، القتل من صفحة. أي واحد يعبر عن رأيه ما يصبح عليه الصبح. زين. العراق كله يقدر يحكي، يعني كنا بزمن صدام حسين نقدر نحكي ونتكلم بيناتنا وكذا، هسه تخاف حتى من صاحبك
الأقرب الناس إليك. إيه. الشعب كله صار ميليشيات. الميليشيات اللي قاعد تلعب هالبلد هذا. شنو دور الحكومة؟ شو راح تسوي الحكومة للميليشيات؟ ليش توقفوا على حدها؟ شنو البشر العراقي صار هيك رخيص؟ هي هاي النقطة المهمة. يعني هي النقطة اللي داس عليها أبو طه. يعني مثلا علاء مجذوب روائي كاتب عضو اتحاد كتباء وروائيين العراق، يعني يعتبر أحد مثقفين العراق، كتب منشور أو نشر منشور يقتل. يعني كثير من الناس اللي نعرفهم أو اللي سمعنا بهم أو اللي قرينا كتب إلهم كانوا معارضين. كثير من النقاد والكتاب هم معارضين. ما شفنا حال مثل حال العراق. يا هو ينشر منشور يقتل، هذا اللي دا أسأل عليه. يعني علاء مجذوب أريد واحد يطلع لي ليش اغتاله؟ ليش اغتاله؟ ليش يعني؟ نعم. إنه هو اللي سواه حتى يغتالوه. نعم. هل سوى انقلاب عسكري ضد هاي الحكومة حتى يغتالوه؟ زين؟ يعني دم العراقي يروح هدرا. نعم. يعني ليش وضعية العراق اللي احنا كنا اسياد العرب يصير بينا هيجي؟ نعم. هذا العراق كان ينضرب به المثل، العراق ابو الامان، العراق ابو الغيره. نعم. جتنا هاي العصابات دمرتنا حطمتنا. شنو ذنبنا احنا؟ ما حد يقدر يفتح حلقه ويحكي لا هم موفرين كهرباء، لا هم موفرين حصه تموينيه، لا هم موفرين عمل، لا هم موفرين اي خدمات، ما موفرين. وفوق كل هذا القتل زين والسجون. يقول لك احنا ندافع عن الحرائر. يعني ابو طه يعني المنشور، اتمنى من المخرج يرجع لي المنشور اللي من المفترض انه اغتيل عليه، حتى هو يعني ما اثار، يعني ما غلط على احد وقال شيء يعني مؤذي. اللي نشر الاخ علاء مجذوب الله يرحمه يقول الرئيس خاتمي يقول ايران مقبله على ثوره او انقلاب، اذا مرضت ايران تعافى العراق والعكس صحيح. يعني هو دي يعطي صوره صحيحه للواقع. اذا تعافت ايران راح يتاذى العراق، وما راح يتاذى العراق لانه الموجودين بالعراق راح ياذوا. الحكومه العراقيه هي اللي صايره تابعه الى ايران، مو العراق تابع الى ايران، حاشا لله. لكن اذا مرضت ايران ومرض هذا النظام راح يتعافى العراق. نشر هذا ما قاله خاتمي، يعني هذا عفوا حسن روحاني، هذا المنشور ادى الى اغتيال شخص روائي كاتب ممكن عنده اطفال يتموا أهله، رملوا زوجته، أثاروا مصيبة في بيت، والله شنو كتب له أربع سطور على الفيسبوك أو على أي موقع. نعم. مجرد جاب طارئ إيران. نعم. زين. مجرد جاب طارئ إيران انقلبت الدنيا. يعني شنو هالوضعية هاي؟ شنو إيران؟ إيران أسياد العالم؟ نعم. شو وقت صاروا إيران إسلام؟ أما إيران صاروا إسلام بال79 وكنا نتذكر هذا الشيء. زين. هسه قاموا إيران والعمايم بإيران يتحكمون بينا. والله كفر. والله عيب على حكومتنا. والله المفروض يبقون صعب على مناصبهم. والله. واني اشكرك استاذ. شكرا أسد. شكرا لك. يعني اريد المناشير مال علاء مجذوب اللي اغتيل على ضوءها. يعني اكو 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 ثلاث نقاط هسه. النقطه الاولى هو اغتيل يوم 2/2/2019، ناشر هذا المنشور يوم 20/7/2018، يعني تقريبا 6 اشهر، تقريبا نص سنه. هاي رقم واحد. رقم اثنين يقول أنا يعني صديق المتظاهر لا تخالني، أنا لا أعرف طغيانهم وأن ثمت حماسة تدفعني، أعلم أن حبي أكبر أو أعلم أن حبي أكبر من جبروتهم. يعني هو إذا قال حبي أكبر هنا أنا أتوقع ده يقصد حبه للوطن.
حبا للعراق، ما اعرف الحكومه العراقيه ولا الجيش العراقي ولا الميليشيات ما يردون واحد يحب العراق. يعني لازم هسه الشعب العراقي يوقف وينحني ويركع الى دوله اخرى؟ ما ربينا انه احنا نركع الى غير مكان، احنا ربينا انه حبنا الى العراق، ربينا ندافع عن العراق، ربينا نحمي هذا البلد، ربينا احنا عراقيين، ربينا احنا اخوان. ابو عبد الله من لندن حياك الله. السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تحية لك ولسادة المشاهدين. أخي أفل حياك الله أخوي. الله يحييك أخي أفل. أنا أعيد وأكرر، هذا المتخلف أو هذا الكذاب همام حمودي اللي يقول يعني في شريط صوتي وأنتم تنشروه دائما قناتكم الموقرة، أيه. الحرية اللي أنتم فيها يحسدوكم كثير من دول الزوار. أي ماكو دولة مثلكم، الحرية اللي عندكم ماكو دولة أدها هاي الحرية. نعم اي نعم. فهذا الرجل الان فقد انتقد هذا الروائي على مجذوب، يعني هذا الحريه الان هذا يبين كذب و كذب هذا الرجل الكذاب. نعم اخي هم الان يعني جاءوا في عقائد فاسده. انظر يا اخي الكريم، الموروث الاسلامي لماذا يكرهون عمر بن الخطاب؟ يعني كراهيتهم لعمر بن الخطاب كراهية شديدة. نعم. ولكن الحقيقة والواقع اللي عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، عمر نعم. بن الخطاب رضي الله عنه كان يعني يقول القوي عندكم ضعيف حتى أخذ الحق له، والضعيف عندكم قوي حتى أخذ الحق منه. فعندما أيضا يعني في أحد يعني خطف أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، يعني واحد نصراني مو مسلم، اتوقع ابو عبد الله تقلبت القوي عندكم عندي ضعيف حتى اخذ الحق منه، والضعيف عندي قوي حتى اخذ الحق له. نعم 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 نعم, نعم. يعني واحد نصراني تعرض الى اعتداء في سباق الخيل، عمر بن الخطاب طلب عمرو بن العاص والي مصر، قال تعال انت وابنك. فلما جاء انا القصه طويله، فعاقب يعني والي مصر قال متى قولته الشهيرة، قال متى استعبدتم الناس وقد ولدتم أمهاتهم أحرارا. والي يعني مصر كان عمرو بن العاص. نعم 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 نعم. فأخي الكريم، واقع العراقي الآن، يعني الواقع العراقي هم يعني هناك تناقضات شديدة، يعني ما في أحد يعني حتى يعني اسم عمر، يعني تخيل يعني اسم عمر يعني يتعرض إلى قتل في بغداد أو اسم عائشة، فأين الحرية؟ فأين أين أين؟ فأنا يعني الإيرانيين، أنا مريت من إيران أخي أفل، والله مرة يعني دخلت إيران قبل يعني أن يمسكوني يدخلون السجن، يعني ما في تشم إلا دولة حشاك قذرة، دولة يحكم بالحديد والنار، ما في أحد يستطيع أن ينتقد النظام الإيراني. فالآن إيران اللي جلبوه هؤلاء الميليشيات الصفوية، واقع العراقي تراه واقع مؤلم، واقع مؤلم. دمروا المدن، سرقوا المليارات، والبنية التحتية يعني دمرت بالكامل. فيعني أين الحرية في العراق يا أخي؟ نعم. لذلك الواقع العراقي، يجب الشعب العراقي أن يعيدوا حساباتهم، يجب أن لا يقلدوا. أنا أعيد وأكرر، إذا حتى العراق يصل إلى بر الأمان، يجب أن يتخلصوا من هذه العقائد الفاسدة، يجب أن يتركوا، ولذلك أن لا يتبع إتباع مثل همام حمودي كذاب يطلع يقول الحرية التي أنتم فيها يحسدكم كثير. أي حرية تلا فيها أنت؟ نعم. أي نعم. شكرا هذه النقاط المهمة. شكرا لك أبو عبد الله، وأعذرني إذا قطعتك، بس عندنا اتصالات أخرى. سامي من العاصمة بغداد حياك الله. السلام عليكم وإياكم إن شاء الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخويا. تحياتي لحضرتك أخي العزيز. حياك الله. بداية القناة أستاذ أفل، والله شو اسمه، احنا نقول أنت ضربت المسمار بالشاكوش بالمضبوط. نعم. قبل 3-4 أيام البرنامج هذا كلش قيم وشيق، سبحان الله. قبل 3 أيام على دجلة طلعت هاي الأخت المذيع سحر عباس ويا ثلاثة على أساس سياسيين. نعم. هوش الخفاجي، تعرف من هوش الخفاجي. نعم. وغيث التميمي، واحد آخر من يعني منافق، منافقي ميليشيات
من جهاد الحجم. فعلى اساس حكى كثير ارش الخفاجي انه ما حد ما له دخل بالعراق، حتى ايران شنو هذا، وعلى اساس انتقد ظريف من راح كربلاء وكذا. نعم. فغيث غيث التميمي صفوك له، وبعدين قال اقول لك شغله يا اخي العزيز، تحكي على السعوديه، تحكي على تركيا، تحكي على مصر، تحكي على كل البلاد العربيه، ما حد ما بالعراق حريتك مضمونه وديمقراطيتك، بس اول ما جباري قاسم سليماني بترجع لبيتك، بيتك يشوفه محروق، وما ما حد يضمن لك رجوعك، هذا الطريق مالتك يكون محروق ومخاطر. يعني شوف هؤلاء هاي حريتهم يا اخي العزيز. ف انت صحيح يعني ابدا ما في حريه، واللي يتحدث خاصه بهالفتره هاي كل واحد عنده ميليشيات، وكل واحد يريد شوف انت شوف هسه اكو شو اسمه يعني اكو يريد يسوون قوانين وكذا ضد هالميليشيات هاي، وشافوا سالفه على اساس حزب البعث وما شنو وينتقل هناك ويسوون مؤتمرات، هم ذول الخبثاء زين البارحه مسوي لهم يعني مو بحكم مبكي المساله، هو حزب الدعوه عميل، وحزب الدعوه هو كله ميليشيات وكله قتل بالثمانينات وتفجيرات، يريد يسوون هم قانون بهذا البرلمان هذا التعيس مالتهم، قانون على اساس انه تجريم حتى اللي يتحدث ويمجد حزب البعث على اساس قانون ضده وشغلات وكذا. نعم. سبحان الله يا استاذ افل، واقول الصراحه يعني هؤلاء اتذكر كثير من الناشطين، هذا الاخ الشحماني اللي اختفى عن وجه الارض كليته، يعني كان على طول موجود في ساحه التحرير ويطلع بالبغداديه، اختفى هذا لان صوت عراقي يتحدث. مو بس يعني باو خسامي، مو بس هو يعني لا. اكو كثيرين، يعني علاء مجذوب البارحه هو مو اول واحد، حتى احنا من نستغرب ونقول هاي حاله ما صايره قبل، لا اذا اريد نستذكر السنوات الماضيه ونستذكر ايش قد اكو ناشطين راحوا وايش قد دخلوا السجن وايش قد اختفوا كثيرين. نعم طبعا استاذ افل، هو اكو مساله اخرى يعني يطلعون هاي القنوات الايرانيه الخبيثه المزروعه في العراق في سبيل الاساس تعرف انت غسيل دماغ البعث الصدامي ولا رجوع للبعث، هاي خاصه القنوات هاي اللي تستلم اموال من ايران وش اسمه وتبثها السموم هاي للعراقيين. نعم. تلاحظ انت يعني شو اسمه تعرف انت مساله يعني حزب البعث صار له فتره اكلت دهر عليه وشرك، لحد الان يجيبون هاي المساله في سبيل حتى حق طائفي. نعم. حق عنصري. سبحان الله. نعم. تحياتي لك. شكرا لك أخ سامي. اتحاد الأدباء بالعراق أو عضو الاتحاد الأدباء بالعراق علي فواز يقول أنه اغتيال الروائي علي أو علاء مجذوب عفوا يدق ناقوس الخطر على حياة المثقفين والأدباء، موضحا أن التصفية الجسدية للمعارضين والمخالفين بالرأي والموقف هاجس يلاحق الأدباء، مطالبا الحكومة بكشف تفاصيل اغتيال علاء مجذوب. يعني الروائيين قاموا يخافون على روحهم، الكاتب قام يخاف يكتب، الصحفي قام يخاف يصور أو يخاف يلتقي. يعني بالأمس علاء مجذوب راجع من اجتماع باتحاد الكتاب والروائيين العراقيين يقتل في منطقة باب الخانفي بشارع ميثم التمار قرب منزله على أيدي متطرفين نتيجة نشره لمنشور. قبل ما أخذ الاتصالات أرجع خلي أريد المخرج هذا المنشور. علاء مجذوب يقول أهلا بالمعتقلات، سأشارك غدا في المظاهرات ولن أفكر بالرجوع سالما للبيت، يعني كأنما كان يعرف، وإنما سأزج أسوة بأخواني في المعتقلات. قاري الصورة أنه هو راح ينسجن. الرئيس خاتمي يقول إيران مقبلة على ثورة أو انقلاب، إذا مرضت إيران تعافى العراق والعكس صحيح. نقل ما قال خاتمي، شو العلاقة الرجال؟ في مظاهرات 2011-2015 كانت أمي تدير مجمرة البخور حول رأسي وتسلمني علم العراق وتودعني أرجوك كن بمستوى أحلام أمهاتنا. يعني يقول أمي كانت تودعني، أمه كانت تتخيل أنه ما يرجع لها. هو عارف وأم عارفة والشعب عارف وشكو ناشط بالدنيا عارفين. وهالمنشورات شو وقت نشرها؟
18/7/2018 او 20/7/2018 والبارحه 2/2/2019، يعني 6 اشهر ما نسوا، 6 اشهر بين برأي، قال انا راح اطلع راح اعتقل، قال امي من شنت اطلع كانت تسلمني علم وتبوسني وتودعني، قالوا خاتمي هيج، قال يقتل يقتل لانه نقل. منشور اخر يقول صديقي المتظاهر لا تخالني انني لا اعرف طغيانهم وان ثمه حماسه تدفعني اعلم او اعلم ان حبي اكبر من جبروتهم، حبه للبلد، حبه للناس، حبه للعراقيين، حبه للزهار هذا البلد. المتظاهر من دا يطلع عاجبه يطلع بالشمس والضيم، عاجبه يطلع ويعوف بيته وراحت بيته، غير انت مقصر وياه وطالع عليك دا يتظاهر. في زمن الملكية الشعب العراقي طلع على معاهدة وكان العراق ما مستقل بدرجة 100%، معاهدة بورتسموث سيئة الصيت، طلع على معاهدة نور السعيد تنازل عنها بليلة، شو ما انقتلوا الشعب العراقي بذاك الوقت، شو ما خافوا من الجيش العراقي، ما خافوا من الحكومة، ما خافوا من أحد، طلعوا وقالوا رأيهم، قالوا هذا الحال ما يعجبنا، هاي المعاهدة ما نريدها. نور السعيد تراجع وألغى المعاهدة ويا بريطانيا العظمى. أنت يطلع لك يقول لك أنا أريد مية قتله، يطلع لك يقول لك أنا أريد كهرباء قتله، يطلع لك يقول لك الميليشيات كافي تسوي هيك قتله، يطلع لك يقول لك أطلق سراح المعتقلين الأبرياء الموجودين بالسجون قتله، يطلع لك يقول لك الرئيس الإيراني هيك يقول قتله. إلى متى؟ أرجع وأقول هل أصبحت أرواح الناس ثمنا لحرية التعبير؟ هذا سؤال مهم ويجب أن نفكر به. أم عبد الله من بغداد حياك الله يا أم عبد الله. ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحية لحضرتك وإلى كل العراق الشريف. حياك الله. حياك الله. أستاذ من 2003. نعم. لحد الآن وخاصة نحددي من 2003 كانت عمليات القتل والسلب والاغتصاب والاختفاء كثير من الشباب وكل معارض بالحكومة من 2003 بداية. نعم. يعني هذه طبعا هاي الصورة مالتهم، هذه اللي تعبر عن انه دمرويتهم وحقدهم للشعب العراقي. كانت الاعتقالات والقتل على اكيد على السنة. انا هحكي لك قبل تفجير المرقدين في سامراء. نعم. يقال انه كانوا 700 جثة تسلم إلى الأهالي، 700 جثة شهريا تسلم إلى الأهالي، هذا من مقر مجمع الجثث المجهولة في بغداد، وحتى إنه صاحبها الآن فر من بغداد. نعم. وانهزم إلى خارج العراق لأنه الميليشيات هددوهم إنه إذا في حالة يعني تكلم عن أي شيء راح يكون مصير الموت. نعم. وبالفعل قسم من هذا المجمع انهزم إلى خارج العراق، قسم من الضباط اللي موجودين في وزارة الداخلية أيضا انهزموا إلى خارج العراق. ليش؟ لأنهم بعد انعرفوا أنه الدولة هي المسؤولة والميليشيات المرتبطة بوزارة الداخلية هي تقوم بعملية التفجير وتقوم بعملية الاغتيالات، لأن السيارة اللي يقومون بعملية تفكيك أجهزتها قبل التفجير كانت هي تنقل من منطقة إلى منطقة. نعم. فالضابط كان يستغرب يقول إنه هاي نفس هاي السيارة أنا فككتها في منطقة ما، فهدد وانهزم إلى خارج العراق. أستاذ هذه ترى هي كلها شغلات منظمة عن طريق ميليشيات كانت سابقا هي ميليشيا الجيش المهدي، وهسه الميليشيات طبعا موجودة على قدم وساق، وخاصة فيلق بدر أو غدر هم اللي يقومون بعملية تنظيم الاعتقالات، وبعد الاعتقال أما يقتل. والله العظيم احنا قسم من الناس قالوا انه الشباب اللي ياخذوهم يقتلوهم، حتى الاطفال يسلخون جلدهم، وحتى النساء يقومون بعمليه اغتصابهم. يعني الاعتقالات موجوده والقتل موجود في منطقه في كل مناطق العراق هسه صارت. في دياله قبل فتره فصلوا عدد من الطلاب، في الانبار فصلوا عدد من الطلاب وسجنوهم.
استاذ عندنا التواصل الاجتماعي هسه كحجه من حجج الدوله انه اي شيء يضر بمصلحه الدوله يتعرض هذا عن طريق الفيسبوك انه يتعرض الى عمليه الاعتقال. كل هذول اللي موجودين حتى بالتليفونات والله العظيم حتى بالتليفونات اذا واحد يحكي عن الحكومه راسه يشوفه اختفى. حتى هذا الكربلائي كان احد الموظفين طلب انه تشغيل معامل الكالسي المقرنص للارصفه للشوارع وقال لهم شغلوا معاملنا ولا تستوردوا من ايران رسم قتلوه ثاني يوم مقتول. فلهذا يعني ما نستغرب احنا اذا حكومه قامت بعمليه قتل صحفي قبلها سامر الزكاره وقبلها في منطقة كردستان ومنطقة الوسط ومنطقة الجنوب المناضلين في منطقة البصرة وين راحوا؟ قسم لون قتلوا اعتقلوا وين راحوا؟ سبايكر وين راحوا أهلها؟ أهلها والله العظيم يقال إنه أكثريتهم موجودين في مطار المثنى ونور المالكي. فأني أرجع وأقول إن العراقي ترى هو مسؤول عن هاي الكارثة، ترى دم المسلمين اللي دا تروح هدر هي في رقبة العراقيين. نعم يعني لأنه إحنا ساكتين وإلى متى هذا السكوت؟ فيبقى هذا الحال بيد العراقي. وتحياتي لحضرتك. شكرا لك أم عبد الله. أبو بلال من بغداد، أهلا وسهلا بك أبو بلال. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تحياتي لجنابك الكريم ولكل الأخوة العاملين. حياك الله وبياك. الله يحييك استاذ. اسال اسر مقوله لوزير الاعلام الالماني ايام هتلر ستيف جوبلز، هذا كان احد يعني المطبلين لهتلر ويروج لسياسه هتلر، قال نعم. سمعت كلمه مثقف تحسست مسدسي. اها. فاذا المثقف هو عدو كل الطغاة كل المجرمين على مدار الاعوام وعلى مدار التاريخ كله. يعني اي مثقف بالعراق تحت فوهة مسدس هذا الشخص؟ نعم رحم الله والديك استاذ افل. اي 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 شخص بالعراق مثقف ويعلي صوته ويجي واحد جواهير فاعلم راح انه يطلع له 100,000 ستيف جوبلز بس بلباس ايراني. يعني انت تقول لي هذا القتل وهذا المسكين المجرد على كلمه، يعني اقول ربما هذا تكلم وربما هذا عرض فالدليل يعرف في هؤلاء المجرمين، لكن بالله عليك استاذ افل ماذا صنع مليون عراق قتلوا ظلما وجورا، لم ينطقوا بكلمه واحده ولم يتعرضوا للدوله ابدا، انما اخرجوا من بيوتهم اخراجا وقتلوا والقت جثثهم الطاهره في المزابل، لا شيء الا على هويتهم. ثاني شيء استاذ، ايران تقول يعني امريكا الشيطان الاكبر. نعم. وهم على اساس هم الرحمانيين. زين الشيطان الاكبر كلنا نتذكر جون هينكلي ضرب ريغان الرئيس السابق الراحل الامريكي ضربه 6 طلقات في الرئتين ما مات ومن طلعوا كفاله قالوا هذا يمكن شويه معتوه. زين انتم تدعون محبه ال بيت واخلاق ال بيت، جيبوا لي سيدنا علي الله يرضى عنه او سيدنا الحسين من قتلوا ظلما وجورا. يعني حتى سيدنا علي لما ضرب ابي كلثوم قبل لا يموت الله يرضى عنه قال ان عشت فانا ولدت الدم وان مت فضربه بضربه ضربه بضربه حتى نهى. لا ابو بلال اكو نقطه مهمه. انا بدايه هذا اللي قال اي مثقف في العراق تحت فوهة مسدسي من هو حتى نركز عليه؟ هذا ستيف لا ستيف جوبلز مدير الاعلام بزمن هتلر. طيب. الاعلام زمن هتلر ستيف جوبلز. تمام. استاذ عزيز لكن يعني لكن لكن سؤال اكو نقطه انت ذكرتها، ايران تقول امريكا هي الشيطان الاكبر وهم كانوا الرحمانيين. إذا كانت أمريكا الشيطان الأكبر فعلا مثل ما يقول الإيراني أو مثل ما تقول الحكومة الإيرانية أو النظام الإيراني، ليش لعت ساعدوا الشيطان الأكبر على احتلال العراق؟ مو هم نفسهم قالوا لولا إيران لما استطاعت أمريكا احتلال العراق؟ أستاذ هؤلاء كذبة هؤلاء يكذبون كما يتنفسون، هؤلاء لا يقتلون، هؤلاء عدوهم الوحيد الإسلام والعرب. عدوهم الأوحد الإسلام والعرب بالذات. واقول لاخواني من الجنوب اخواني في الوطن، زين اقول لهم والله العظيم ايران راضيه عنكم ما دمتم تقدمون اولادكم قرابين في حربهم الظالمه ضد ابناء الشعب العراقي، لكن والله اي صوت حر يطلع منكم يا اهل الجنوب والله العظيم يذبحوكم مثل ما ذبحوا ستنا، والدليل مظاهرات البصره اللي خرجت على مود مي ذبحوهم. فاقول لهم لا تطلعوا نبي هذه الحكومه عدوه للسنه والشيعه،
القضية أنه قضية أن لا تمس بإيران وأن تقول لإيران نفس مشروعك في المنطقة بدماء أبنائنا، بدماء على 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 همومنا وعلى جروحنا نفس مخططك. أما إذا تقول أريد حقي فأنت نعم. أيضا راح تكون من ضمن المعارضين ومن ضمن الإرهابيين ومن ضمن وسابق يعني لا حول ولا قوة إلا بالله. والله ابتلينا بهذا نعم. الشهر نعم. يعني على قولة المثل يقول كوم حجار ولا هجر. وأنا أشكرك جدا شكرا سادة. شكرا لك أبو بلال. قبل ما أرجع يعني أقول شنو موضوع الحلقة، عندنا واتسابات من الإمارات يقول أخي أفل ملفات الفساد وغيرها أزمات لم تحل منذ الاحتلال 2003، ولأن القانون أين هو القانون ليحاسب هؤلاء الطغمة الفاسدة القتل المجرمين على فسادهم وسرقاتهم لخيرات الشعب العراقي الشهم الغيور. والله يا أخي يعني مو بس خيرات الشعب العراقي، حتى أرواحهم قاموا يبوقوها. واتساب آخر يقول أخ أفل غريب هذا الوطن وهذا الشعب، المن يشبه أي شعب بالكون، ومن الذي يقتل ويسرق ويهجر الأبرياء؟ أليس هم عصابات تجار الدين؟ ولكن إيش قد رخيص اللي يخون أهله والوطن مثل ما تكونوا يولى عليكم. وين المرجعية من هذا الدم؟ صار 16 سنة والفرهود وهي ساكتة. أبو عبادة الجنابي يقول سيبقى أحرار العراق أمة دون الناس تجمعهم الرجولة والإباء والحرية، لا يفرق بينهم دين أو عرق أو مذهب، كلهم رفضوا العبودية وخيانة البلاد وقالوا لغلمان ولاية الفقيه لا يشرفنا حكمكم يا قاذورات. من أبو عبادة الجنابي. سعيد العذاري من النجف يقول أتكلم عن نفسي والتحليل لكم، أغلب كتاباتي لا أشجع على التظاهرات بل أشجع على الهجوم على بيوت الفاسدين في مدنهم فلم يتعرض لأحد. خلي الناس تجاوبك، أنا راح أجاوب يعني بطريقة أخرى. عندنا علاء مجذوب قدامك، نشر منشور ب20/7/2018. قبل ما نطلع المنشورات وأقول لك إيش نشر، اتحاد أدباء العراق يقول هاي القضية قضية اغتيال الروائي والكاتب علاء مجذوب بالعراق الدق ناقوس الخطر، والروائي والكاتب بالعراق حسب اتحاد أدباء العراق أصبح الموقف هاجس يلاحق الأدباء مطالبا الحكومة بكشف تفاصيل اغتيال مجذوب. ونعى اتحاد الأدباء والكتاب في محافظة كربلاء الروائي علاء مجذوب ودعا السلطات الحكومية إلى الكشف عن الجنى وتقديمهم إلى العدالة. إذن يقول اتحاد الأدباء هاي القضية قضية اغتيال الأدباء والروائيين نتيجة رأيهم أصبحت هاجس، أصبحت خوف، أصبحت يعني رعب عند الروائي والكاتب والمثقف بالعراق أنه يخاف يحكي لأنه راح يدفع هذا الشيء ثمن إلى حياته. والدليل اللي صاروا يا علاء مجذوب مناشير اللي نشرهن، يعني هذا المنشور أصور هو آخر منشور إله ب2 أكتوبر 2018. الرئيس خاتم يقول إيران مقبلة على ثورة أو انقلاب، إذا مرضت إيران تعافى العراق والعكس صحيح. هنا علاء مجذوب ماذا يبدي رأي؟ هنا نقل ما قاله خاتمي، هنا نقل ما قاله من مو الرئيس الحالي، الرئيس القبله زين، ما قاله شخص في إيران نقله. يقول في 20/7/2018 في مظاهرات 2011 إلى 2015 كانت أمي تدير مجمرة البخور المبخرة حول رأسي وتسلمني علم العراق وتودعني أرجوك كن بمستوى أحلام أمهاتنا. يعني أم العلاء مجذوب كانت تعرف من دا يطلع للتظاهرات احتمال ما يرجع لها نتيجة هذا البوست. بوست آخر نشره يقول صديق المتظاهر لا تخالني أنني لا أعرف طغيانهم وإن ثمت حماسة تدفعني أعلم إن حبي أكبر من جبروتهم. عند منشور آخر نشره علاء مجذوب قال أهلا بالمعتقلات، سأشارك غدا في التظاهرات ولن أفكر بالرجوع سالما للبيت وإنما سأزج أسوة بإخواني في المعتقلات. سعيد العذاري تقول لي من النجف تقول لي ما حد تعرض لك، أوكي الله سلمك، لكن علاء مجذوب اغتيل، سعاد العلي اغتيلت، متظاهرين كثيرين اغتيلوا، ناشطين اغتيلوا، اكو ناشطين انذبوا بالسجون، باسم خزع خشان متظاهر وناشط مدني ذبوه بالسجن واعتقل وفترة طويلة، واخوته يدورون عليه، واخو شيخ عشيرة وطلع وهو بالسجن شارك بالانتخابات وعن لسانه ولسان المفوضية فايز بالانتخابات والمفروض يصير عضو بالبرلمان العراقي، بس لأنه ناشط ما يردون مثقف وياهم،
ما نطوا منصب بالبرلمان ولا نطوا حصانة برلمانية حتى لا يحكي، لأن يعرفون هذا الشخص راح يحكي ويا الناس وغيره راح يحكي ويا الناس. أرجع وأسأل سؤالي اللي سألته بالبداية، هل أصبحت أرواح الناس ثمناً لحرية التعبير؟ الجواب لكم، في أمان الله.